السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الماراثون النهاردة، وهنشرح فكرة الماراثون، وبعد كده هناخد زي مثال عملي ونبدأ مع بعض نشتغل إن شاء الله. طيب، فكرة الماراثون بكل بساطة، شير معاكم الشاشة. الشاشة كده ظهر معاكم؟ ألو، الشاشة كده ظاهرة؟ كده ظهر خلاص اهو. تمام يا أستاذ. طيب، أوبن ستريت ماب مصر. طيب، إيه فكرة أوبن ستريت ماب؟ ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله النهاردة، إن البيانات الجغرافية مش مجاني، يعني عشان ترسم أي خريطة أنت تدفع مبالغ ضخمة عشان يبقى عندك الإمكانية والحاجات دي، وبتشتري من أقمار صناعية على أساس إن يبقى فيه معلومات، بالذات لو أنت عايز تعمل أبديت. يعني أحد المشاريع في مصر كان بيدفع مبلغ كل شهر لجوجل على أساس إنها تعمل أبديت للمشروع. تمام، يعني في مشروع إحنا شغالين فيه في قطر وفي مشروع في مصر. المشروع في قطر دخلنا الصور بقالها فترة، إنما المشروع اللي في مصر تقريبا إيه، كل أسبوع بنلاقي تعديل. ليه بتدفع فلوس؟ بحيث إن يبقى فيه ابديتد. فان انت تتعامل مع المعلومات الجغرافيه دي بتبقى مكلفه. تمام، فالاوبن ستريت ماب بتوفر لنا كميه معلومات رهيبه جدا، وباكثر من قمر صناعي، وبطرق سهله جدا، وكلها مجانيه. يعني مفيش حاجه اسمها عربيه بنشتريها مخصوص، او كاميرا بنشتريها مخصوص، او موبايل بنشتريه مخصوص. لا، الامكانيات الطبيعيه بتاعتنا بنشتغل بيها، وبنعمل شغل قوي جدا، وفي امكانيات مع الاوبن ستريت ماب زي ما نشوف مع بعض، ان يبقى في داتا قويه جدا. والاوبن ستريت ماب بيشتغل على مستوى الدول، وبيشتغل كمان لو في مول مثلا، في محلات تقدر ان انت تدخل البيان بتاعته وتعرف انت موجود في اي محل، وممكن حتى العربيه بتاعتك تظبط اللوكيشن، بحيث ان انت لو رحت اي مكان وترجع وبتنسى انت راكن العربيه بتاعتك فين، تقدر تعرف مكانها بالظبط. ففي برامج كتيره جدا بتستعين بالاوبن ستريت ماب، في برامج كتيره جدا موجوده على الاندرويد وموجوده على الايفون بتستفاد من الاوبن ستريت ماب. طب فكرتها ايه، او المنهجيه بتاعتها ايه؟ ان في اشخاص عاديين زي وزي حضرتك وكده بيجتمعوا وبيتفقوا ان هم يتنوعوا المصادر اللي هم بياخدوا منها. في ناس بتستعين بالاقمار الصناعيه، في ناس بتستعين بكاميرا الموبايل بيحطها على الحامل في السياره، بحيث ان هو يصور طول ما هو ماشي. وهنشوف ان شاء الله الموضوع ده عملي، بحيث ان معانا صور وعارفين ارتفاعات البيوت، فبندخل كل بيت المعلومات بتاعته والشارع والمكان اللي موجود فيه كل حاجه. ناس طبيعيين خالص، كلنا بنتعاون مع بعض، ما بتبقاش ملك حد، يعني دي مش ملك عمر ولا معاذ ولا احمد، دي ملك الناس كلها، متاحه ان كل الناس تستفاد منها. فهي الرخصه مش كوبي رايت، لا كوبي ليفت. احنا بنتشارك المعلومات وبنتعاون مع بعض بحيث ان احنا نخدم بلدنا. في تطبيقات كتيره اتعملت فعلا عملت نهضه في البلاد، وهنشوف الحاجات دي عملي مع بعض باذن الله. فبدل ما كانت بيانات جغرافيه مصر مثلا عشان تعملها ممكن تتكلف ملايين، لا اصبح الموضوع ما بيكلفش حاجه خالص، ويقدروا يستفادوا منها زي ما هم عايزين. تمام، والملكيه عامه مش خاصه، يعني مش يقول لك لا ما ينفعش تستفاد منها، لا ينفع تستفاد منها، وينفع ان احنا نتحكم فيها، وتقدر ان انت تتعدل فيه زي ما انت عايز، لان هي البرامج اللي احنا بنشتغل بيها اوبن سورس. كم مره حصل زلزال في هايتي، وبعد كده الفرق الاسعاف والصليب الاحمر حاولوا يوصلوا، فالناس ساعدت من خلال الاوبن ستريت ماب انها بتصور المكان وانها بتوضح ايه الاماكن المقفوله والحاجات دي كلها، فاستفادوا كتير جدا. والكلام ده برضو اتكرر في غزه. فاحنا عندنا بنجمع البيانات من اقمار صناعيه، بنجمعها من الشوارع، بنجمعها من اكتر من مكان، والبيانات دي كلها بتبقى موجوده بحيث الناس كلها تستفاد منها. وفي ناس بتستخدم الدرون، بس لو المكان اللي انت فيه منع الدرون خلاص، ما انصحكش ان انت تعمل حاجه غير لما يكون البلد سامحه. تمام، دي الفكره بتاعت الجزء دوت. احنا ما بنعملش اي حاجه برمجه. تمام، احنا هنتكلم باسلوب بسيط خالص،
هتلاقوا الموضوع يعني لو يعني شاب صغير مثلا عنده 12 سنة يقدر يشتغل معانا ويقدر ان هو يعمل خريطة للمكان ان شاء الله. تمام. طيب الاوبن ستريت ماب لما بنعمل خريطة اوتوماتيك، يعني اول ما بعمل الخريطة الشغل بتاعي بيظهر في اماكن كتير جدا، يعني بمجرد ما انا بعمل بدوس تقريبا F5 خلاص بيسمع في مواقع كتيرة جدا. اليوميون ده من ضمن البرامج اللي احنا بنشتغل بيه، بيقرا من الاوبن ستريت ماب بحيث لما تحدد المكان تبدا تظهر الاماكن اللي حواليه كلها. برضو الاوتوكاد تمام والسيفل 3 دي والسايبر سيتي 3 دي بيقرا برضو من الاوبن ستريت ماب، والانفرا ووركس بيقرا برضو، والكيو جي اي اس، وده كيو جي اي اس بنبدا نحمل الخرائط وتشتغل معانا، والارك جي اي اس والارك جي اي اس برو دول اكبر برامج شغاله في المجال بتاع الجي اي اس، وكلهم بيقدروا يقروا بدون اي مشاكل خالص. بتقول له حمل الخريطه، خلاص معاك الخريطه وتقدر ان انت تشتغل وتقدر ان انت تحمل البيانات اللي انت عايزها حسب ما انت عايز. طبعا هنشوف اكتر من طريقه لعمل الخرائط، في منها حاجات بالذكاء الاصطناعي بيقرا هو من اكتر من مكان، في حاجات معموله بالاتفاق مع مايكروسوفت، بالاتفاق مع الفيسبوك، عاملين حاجات حلوه تقدر ان انت الذكاء الاصطناعي يقرا لك الخرائط ويقدر ان هو انت تعدي فيها بسهوله ان شاء الله. فمش هنعمل حاجه صعبه، لا ده مجرد ان انت بتشوف المكان وتبدا تعمل يعني مربع تقدر ان انت تشوف المعلومات بتاعت المكان. دي بعض المواقع بحيث ان انت لو عايز ان انت تعرف اكتر عن الاوبن ستريت ماب او الخريطه او اي معلومه انت عايزها عن الاوبن ستريت ماب. طيب احنا عملنا قبل كده مابسون كان تقريبا 2 ديسمبر وشارك معانا عدد من افريقيا تبع اوبن ستريت ماب افريقيا، وشارك معانا بجهد مشكور من ليبيا، فقدرنا ان احنا نعمل 8600 مبنى في خلال ساعتين. الموضوع كان سهل جدا زي ما نشوف مع بعض. طيب خلينا نشوف الفكره، ده الموقع اللي احنا بنشتغل بيه. طبعا اوبن ستريت ماب تقدر ترسم من اكتر المواقع، بس انا يعني عشان ننظمها بنشتغل من هوت او اس ام. هسيب لكم الرابط. تمام. دخلت على العاشر من رمضان، ان شاء الله اول ما نخلص العاشر من رمضان هنشوف المكان اللي نتفق عليه كلنا ونبدا نشتغل عليه. تمام. اول ما دخلت هسيب لكم الرابط اهوت في الشات. تمام. او لو انت ما عندكش الرابط خش على اكسبلور بلوج واكتب ايجيبت او اكتب الرقم بتاعنا. احنا عاملين المشروع دوت كان رقمه 1 3 3، خلينا نفتكر 8 9، 1 3 3 8 9. تمام. فيفتح لك العاشر من رمضان، هنقول له كونتريبيوت، هيبدا بقى يقول لك اختار انهي مكان اللي انت عايز تبدا تشتغل عليه. المكان الابيض ده اللي هو متاح ان انت تشتغل عليه دلوقتي، المكان الازرق هو المفروض ان حد اشتغل عليه وقال ان هو خلص شغل وبيقول لنا راجعوا عليه، الاصفر ده محتاج انا رجعت عليه وقلت لا ده محتاج شغل، الشغل فيه مش مظبوط، الاخضر ده اللي هو خلص، اللون اللي مش عارف اللون ايه دوت رمادي ولا ايه ده unavailable يعني. طيب خلينا نبص كده على الاكسبلور بروجكت قبل ما نقول له ما يبقى تاسك، هنختار تاسك وكل واحد اختار حاجه غير تاني. اول مره بختار بيعمل قفل على المكان ده عشان هو ما حدش اختار. مثلا عندنا حاجات ايرجنت، هي ايرجنت يعني فعلا خطيره، بيبقى في مثلا فلودنج، في ميه كتيره جدا ممكن تغرق الاماكن، فبيحتاجوا ان احنا نشتغل. انا اشتغلت في بنجلاديش، الباقي ده لسه جاي جديد، وفي جنوب السودان او في السودان، معرفش بقى في جنوبها ولا في شمالها. هو انت ده الحساب بتاعي، ده عدد الساعات اللي انا اشتغلتها، ودي عدد المباني اللي انا اشتغلتها، هي مش صفر، هي محتاجه بس ايه فهي 180 مبنى. تمام. وفي طرق وهكذا. طيب دي الاماكن اللي انا اشتغلت عليها،
في السودان، في نيجيريا، في مدغشقر، اغلب الحاجات دي كان بيبقى فيها مشكله طارئه، فعشان كده الواحد بيركز عليها. انما طبعا الاولويه ان انا اشتغل في مصر، دي المشاريع اللي انا اشتغلت فيها. طيب دي التاسكات، هنشوف بس كل واحد الحساب بتاعه بيبقى ظاهر ازاي. طيب هبعت لكم الرابط على الشات عشان الناس برضو ايه تبقى داخله معانا اهوت. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هدخل على المشروع زي ما اتفقنا مونتكس اللي 10 رمضان اهو، هبدا اختار جزء هشتغل عليه، مثلا هشتغل على ده واقول له ماب سيليكت تاسك، ماب سيليكت تاسك، ساعتها بيفتح لي وببدا اشتغل. تمام تاني انا رجعت قلت له باك، ده معلومات عن المشروع. تمام هنا عمل لي زوم على 10 رمضان، عمل لي ديت على اساس ان انا شغال هنا. لو لاحظت هنا في الاديتور في رب اي دي، تمام، وفي اي دي اديتور، وفي جوسم. جوسم ده ادفانس شويه، ان شاء الله بعد اسبوعين المره الجايه في المبسوم في حد استاذ ساره هتشرح لنا جوسم. الاي دي اديتور والرابي اي دي دول محررين سهل جدا، تقريبا مفيش فرق بينهم، يعني غير ان رابي دي بيبقى فيه جزء زياده اللي هو الذكاء الاصطناعي. تمام فلو انت اخترت اي دي اديتور ورابي اي دي هتلاقي الاثنين زي بعض. هقول له ريسيوم مابينج. طيب بص حضرتك هنا عندي الثلاثه دول بوينت ولاين واريا، بوينت ولاين واريا. بوينت يعني بقول له ان هنا مثلا في نقطه بتاعت محطه بترول، محطه بنزين، حاجات زي كده. اللاين ببدا ارسم طرق، يعني لو انا اخترت بوينت تمام بيقول لي ابدا دور. تمام لاين ده خاص بالطرق، هيبدا يجيب لي انواع الطرق، طريق رئيسي، طريق فرعي، طريق زراعي. اريا ببدا انا ارسم الجزء اللي انا عايزه حوالين المبنى. على سبيل المثال خلينا نشوف مبنى مش مرسوم ونبدا ان احنا نرسمه. مثلا المبنى دوت طيب عندي بقى مشكله الا وهي ايه؟ ارسم الجزء اللي فوق ولا ارسم الجزء اللي تحت؟ افضل حاجه ارسم الجزء اللي فوق وبعد كده اعمل له موف لتحت، هنشوف مع بعض ازاي. تمام يعني انا هرسم اهوت، انا كده رسمت الجزء اللي فوق. طيب هدوس هنا رايت كليك واقول له ايه سكوير، فيبدا يعملها لي بالشكل دوت. طيب هو مش عامله مظبوط، انا عايز حته هنا، هقول هدوس هنا مرتين وهنا مرتين على اساس ان انا ايه بزود نقطه مثلا، كل ما بتدوس بيبدا يعملها لك بالشكل دوت. بالشكل دوت تمام. وبعد كده تقول له انا عايزها سكوير، ومن اريا اختار انها بيلدينج. هو المفروض في العادي بيديك اختيارات كتيره، لكن احنا خليناها بيلدينج بس، خلينا متاح ان انت تشغل بيلدينج بس عشان ما تشتتش ناس. تمام طيب خليتها سكوير بالشكل دوت. طيب انا عايز اعرف معلومات، لو لاحظت النقطه دي فيها معلومات حد دخلها، ممكن تلاقيها وممكن ما تلاقيهاش، لكن بفرض ان انت لقيتها هتعمل سيلكت هتلاقيها بالشكل دوت، التاج بالشكل ده بيقول لي هنا في حي 16 الاسكان الاجتماعي سوشيال هوستنج، بس هي نقطه فمش مديني شكل الحاجات، فمفيده لو حد رايح ديليفري ولا حاجه، لكن لو انت عايز تعمل مباني 3 دي محتاج ان انت ترسم الشكل وتدي له الارتفاع. دوست هنا وهعلم على التاج كله، اخده كوبي واروح للشكل بتاعي واختار التاج. بص عندي ادرس مش موجود فيه حاجه خالص، فهقول له هنا واقول له ايه في بيلدنج يس ما تمسحهاش. تمام خد كل المعلومات بالاضافه لبيلدنج يس، اوتوماتيك هو بقى هيحط لك المعلومات دي. طيب تبدا تبص على الشارع دوت، شوف الشارع ده اسمه ايه، وعلى اساسه لما تيجي هنا هتقول له الشارع دوت، لو انت عارف اسم الشارع اكتب اسم الشارع،
او هو ساعات بيلقطه دايركت. تمام. طيب انا حاطه فوق وده مش صح، هعمل كليك واقول له مو وانقله للجزء اللي تحت. يبقى انا كده رسمت المبنى صح، انا رسمه على القاعده. وبعد كده تقدر تدخل الارتفاع. تقريبا المبنى ده مثلا تقريبا 6 ادوار، 6 في 3 3.5 مثلا، خليها كده. طيب انا عملت المبنى دوت، تمام، بكل سهوله هاخده كوبي بيست واروح حاطه في المبنى اللي جنبيه، لان هما الاثنين بنفس الشكل. تمام. بس هغير المعلومات اهوت. تمام. وهكذا. طيب المبنى دوت لما ترسمه اول جديد، لما تاخده كده كوبي بيست وتحطه واعمل له روتيشن بالشكل ده، واقول له موف واروح نقله للمكان ده. تمام. وبرضه هاخد المعلومات من هنا واحطها في النقطه دي. طيب بص بقى الحاجات اللي احنا عملناها ديت هتبقى مفيده ازاي. لو دخلنا على اي برنامج واي موقع وحددنا لوكيشن، يقدر ان هو يقرا كل المعلومات دي. خلينا نشوف موقع كده. طيب انا خلصت وهنشوف الموقع، هقول له سيف واقول له ايه ابلود، هيعمل ابلود للمعلومات. طيب خلينا نشوف موقع كده اسمه اف 4. تقدر تعمل سيرش على المكان اللي انت عايزه. جاب هو مدينة 10 رمضان. انا سجلت فيديو قبل ما نبدا المبسم، كانت الخريطه دي كلها فاضيه، كانت كده تمام. لكن لما اشتغلنا بص المباني عامله ازاي. فلو اي حد بيعمل مشروع يقدر يدرس المشروع بتاعه هيبقى عامل ازاي في وسط المباني دي كلها، واسامي الشوارع مكتوبه، اسامي وكل واحده من دول فيها معلومات اللوكيشن بتاعتها. يعني شغل، يعني زي ما بيقولوا ان شخص واحد ما يقدرش يبني بيت، لكن 10 اشخاص يقدروا يبني 10 بيوت. فالشغل للمجتمع، بص كل المباني دي اتعملت على طول. تمام. ومع شغل هنوريكم افكار بتخلي الحاجات دي تبقى اسهل. احنا نفسنا بقى نعمل المشاريع اللي هي بتعمل حياه كريمه والمشاريع اللي بتعمل في مصر كلها، نسبقهم ونعمل لهم الخرائط ونديها لهم هديه ان شاء الله. طيب هوريكم حاجه كده ظريفه. تمام. انت ممكن تشتغل باي موقع، اي موقع، بس احنا بنفضل ان انت تشتغل بهنا لان بنقدر نتعاون مع بعض ونركز كلنا في مكان واحد. طب تعال نشوف موقع اسمه ماب ويز اي اي. لو انت دخلت على الموقع دوت، تمام، دي المنطقه اللي انا ساكن فيها اسمها الشرفه والمرج، تمام، في القاهره. فانا شغال في الفرع بتاعتي. تمام. ده الموقع هوت، ده بيديك ان انت تشتغل بالخرائط مع الهوت مابس زي ما احنا قلنا، ممكن تشتغل مع اي 3، ممكن تشتغل مع برامج كتير جدا، وهو ذكاء اصطناعي. هنشوف مدى السهوله واحنا شغالين. تمام. دي ما كانتش موجوده وانا رسمت الحاجات دي كلها. طبعا مش معنى ان انا رسمتها كلها ان انا يعني قعدت فيها جهد كبير، لا، الموضوع كله ما خدش حاجه. طيب هو هنا بيديني بعض الحاجات دي بيشتبه خريطه، اللي هو اللون البنفسجي ده بيشتبه خريطه. تمام. فانا ممكن اعمل ايه؟ بعمل سيلكت. لو انت لغيت الرابي ديت، لغيتها، قلت له شيفت ار، شيفت ار، تمام، هتلاقي كل حاجه اختفت. لو دوست شيفت ار تاني هيجيب لك تستفاد من الخدمات دي. تمام. ف يعني الخريطه ما كانش فيها كل الحاجات دي. الحاجات دي هو بياخدها من مايكروسوفت بيلدينج، وبياخدها من الفيسبوك بيلدينج والحاجات دي كلها. طيب خلينا مثلا نشوف، يعني بيديني زي حاجه تقريبيه، ولكن بتحتاج ان انت تشيك هل فعلا المعلومات دي صح ولا غلط. طبعا انا المنطقه اللي انا ساكن فيها منطقه البيوت قريبه قوي من بعض فمعضله، لكن لو بيوت واسعه في مناطق مثلا زي العاشر من رمضان بيكون اسهل. طيب لو دوست هنا وقلت له يوز ذيس فيتشر، عمل لي المكان اهوت، هقول له بس موف ونروح نقله ليه للمركز تحت. طيب تعال نشوف مبنى تاني، مبنى زي دوت، بدل ما ارسمه هلاقيه جاهز، اقول له يوز ذيس فيوتشر
واعمل له موف واشوف المفروض يبقى موجود فين. انا مش بركز على الجزء اللي فوق، انا بركز على الجزء اللي تحت حسب ارتفاع المبنى. خلينا ننقل ده برضو، تمام. فلو دخلت على الخريطه بعد ما بتشتغل شويه بتلاقي شكل الخريطه اتغير، تبدا تشوف ايه لو في حاجه مثلا مش مظبوطه. هو انا كذا مبنى جنب بعض فتبرم مبنى واحد، فبقول لا ابنور الشكل دوت، تمام. مثلا دوت اقول له use this future واروح معلم عليه واقول له move واروح نقله هنا وابدا انقل المعلومات ديت للمبنى. طيب في الاخر لازم اقول له سيف. اول ما بقول له سيف هي اوتوماتيك بتتنقل وتعمل لها ابديتد في الشغل بتاعنا. طيب لو احنا جينا ده مثلا مشروع تاني، ده البيت اللي انا ساكن فيه اللي انا قاعد فيه دلوقتي، تمام. لاحظ ديت ايه ده؟ دي حد كان ماشي بالكاميرا برنامج كارتا فيو مصور الشارع، فطول الوقت انا ماشي بالكاميرا فعرفت ان العماره دي فيها كام دور؟ 1 2 3 4 5 6، فعرفت انها 6 ادوار، فروح كاتب 6 ادوار. انا ساكن في العماره ديت اللي هي ابن اسلم، تمام. طيب وممكن دي طبعا هي الكاميرا بتاخد لقطه تقريبا كل ثانيه وما بيرفعش الصور غير لما توصل بالوايرلس او توصل البيت واي فاي على اساس ما يكلفكش فلوس، تمام. وزي ما انت شايف تقدر ان انت تلف كانها صوره 360، ولو في اي ارقام عربيات او وش الشخص هو بيعمل نغبش عشان ايه ما يبقاش في مشاكل، تمام. الكاميرا طول ما ماشيه انت ممكن تمشي في الطريق لمده مثلا نص ساعه، مش مطلوب منك تشتري عربيه مخصوص ولا مطلوب منك تشتري كاميرا مخصوص ولا مطلوب منك تمشي شارع مخصوص وانت رايح المشوار بتاعك، تمام. وبعد كده يجي واحد تاني يبدا يكمل على الشغل بتاعك ويستفاد من الصور بتاعتك ان هو دخل المعلومات مظبوط. احنا المبنى هو عباره عن الناس تبدا تشتغل على الخريطه اللي احنا شغالين فيها بتاعت الهوت ماب، تمام. ونبدا نشوف المشاكل اللي موجوده نحلها مع بعض الناس تتدرب عليها. طيب بتلاقي هنا ده لو انا عايز احدد المكان اللي انا فيه هي هي هيعمل زوم على المكان اللي انا موجود فيه. طيب هنا هتلاقي ايه الاقمار الصناعيه اللي بيقرا فيها. احنا لما جربنا كلهم لقينا ان انسب حاجه اللي هو المكسر بريميوم ايميجر، تمام. لو انت لقيت الصوره مش واضحه ممكن تاخد اسري عامله صور اقمار صناعيه او خريطه للعالم كله تقدر تستفاد منها، او اسري وورلد يعني مجرد تدوس كده خلاص بيجيب لك خريطه من مكان تاني، تمام. فلو انت مش قادر ترسم بالمكسر دوت ده اللي احنا اخترناه تقدر تختار حاجه تانية. ممكن تقول له شو ميني ماب فيجيب لك الخريطه كده مصغره على الجنب. ممكن تقول له لوكيشن بانل مثلا بحيث يجيب لك الاكس والواي والاي والان المكان اللي انت موجود فيه الان والاي. طيب هنا ممكن تقول له انا عايز اشغل لي الريلوي ماب تبدا تظهر معايا الريلوي لو موجود، لو انت عايز تعمل اوفست. طيب هنا بقى بيبدا يعرض لي البيانات اللي بيقدر ياخدها مثلا من المابلري اللي هي الصور، تبدا تظهر لك صور لو حد ماشي كان بالشارع. ودي كانت لقيتها موجوده فعلا بس كانت في مدينه الرحاب، كان في حد ماشي من منطقه الرحاب جنب العاشر من رمضان فكان مصور شويه حاجات حلوه. ممكن تقول لي فعل لي الاوبن ستريت كام اللي هي كارتا فيو، برنامج كارتا فيو بنسطبه على الموبايل وبنمشي في الشارع فهو بياخد لقطه كل تقريبا كل ثانيه، تمام. فالموضوع سهل خالص ما مش هياخد منه وقت ان شاء الله. دي الماب فيوتشر لو في حاجه عايز تلغيها الستايل اوبشن، تمام. هنا لو عايز تشوف اي مشاكل موجوده وهكذا. طيب خلصت، لو انت خلصت ممكن تقول له دي خلصت وخلاص يعني انت خلصت المنطقه كلها، المنطقه بتاعتي داخل الحدود ما تخرجش بره الحدود. لو لسه ما خلصتش هتقول له نو، لسه ما خلصتش وحد تاني يدخل يكمل اللي ورايا، تمام. هي دي الفكره. فلو تحب ممكن يعني نص ساعه، حتى احنا المفروض بنعملها ساعتين يعني بس عشان اول مره نخليها نص ساعه الناس تبدا تشتغل. كل واحد هيدخل على الرابط اللي حطيناه اهوت وتبدا تختار مكان تشتغل عليه.
تمام، ولو في أي مشكلة المواقع كلها مفتوحة، اسأل ونبدأ نفكر فيها مع بعض ونحلها إن شاء الله مع بعض. تمام، أنا موجود هنا، عايز أشوف بقى إيه كذا مكان مقفول نبدأ نكمل فيه. في أي حد عنده أي سؤال قبل ما نبدأ المبسم؟ في أحد عنده يسأل؟ طيب يعني يا ريت كل واحد يدخل في نقطة ويركز فيها ويبدأ يعملها، ونتقابل برضو. احنا مش هقفل الشات ولا حاجة خالص، انا موجود لو حد حاول يعمل حاجة وحب يسأل فيها نفكر فيها مع بعض ان شاء الله. يلا بينا. طيب في حد بيسأل القراءة السريعة، قراءة سريعة على ايه؟ بص، هو الموضوع عملي ان احنا بنحاول نعمل خريطة ان شاء الله لمصر كلها، لكن اخترنا نبدأ بالعشر من رمضان. اول ما نخلصه هنبدأ في الفكرة، نبدأ ان احنا نعمل المناطق اللي الدولة شغالة فيها زي اسيوط، اسوان، الحاجات دي كلها. تمام، الناس تكمل شغل وانا بس هشرح لاحد الساده الافاضل اللي لسه داخل بالرقم. تمام، فهي الفكره كلها، الرابط اللي انا هبعته لك دلوقتي اهوت. حضرتك دوس عليه. تمام، واول ما تدخل تختار نقطه من نقط البيضاء اللي موجوده. تمام، وتقول له ان انا عايز اشتغل على النقطه ديت. ما تختارش نقطة خضراء ولا تختارش نقطة عليها قفل، لأن قفل دي معناها إن في حد شغال في نفس الوقت. ولا تختار نقطة يعني أزرق، أزرق معناها إنها جاهزة إن حد يعمل لها فاليديشن أو يتأكد إنها شغالة تمام. تمام، فخليني أقول له خمسة. أنا عايز أشوف الناس دخلت كده عملي، المحاضرة دي عملي مش نظري. تمام، فعايز ادخل الاقي فلتر كتير موجود، اقول له ريسيوم مابينج. ماشي، وهبدا ارسم اشوف ايه الحاجات اللي لسه ما اتعملتش وابدا اعملها. الحاجه اللي اتعملت بيبدا هو يديها لون بالشكل دوت. تمام، طيب ممكن انا اخد دي مثلا، هبدا ارسم، خلي كان مفيش حاجه مرسومه، هبدا ارسم فهقول له اريا. طيب هبدا ارسم السطح اللي فوق. تمام، وبعد كده نقله الجزء اللي تحت، لان الناس كتير كانت بتسال نشتغل فوق ولا تحت. لا، اشتغل فوق، وبعد ما اخلص نقله للقاعده بتاعت المبنى. ليه؟ لان انت اشتغلت على الجزء اللي تحت الصوره مش هتبقى معاك واضحه، لو اشتغلت على الجزء اللي فوق مش صح. فاحنا هنعمله كده ونقول له سكوير، يعني خلي كل حاجه سكوير، ولو في حاجه حاسس انها محتاجه تظبيط تقدر انت تظبطها اهو سكوير. طيب كده هروح اقول له موف، وروح نقله للقاعده بتاعت المبنى. تمام، بعد ما نقل القاعده بتاعت المبنى وتقدر تعدل لو في حاجه مش مظبوطه. تمام، هقول له اريا، لا بيلدينج. طب عايز اخد البيانات، النقطه دي تبقى فيها البيانات، اعمل عليها سيلكت، ولو مش موجوده خلاص. تمام، واروح قايل لا، هنا بتبقى موجوده التاج بالشكل ده فبتبقى مش مظبوطه، فباجي هنا واقول له حط لي البيانات. لو جيت للنقطة بتلاقيهم بالشكل دوت، فبدل ما تاخدهم واحدة واحدة، لا خش كده وخدهم كلهم كوبي بيست. طيب عملت ديت، هتاخدها كده كوبي وتروح قايل له بيست كنترول سي وفي، وهتنقلها للقعد بالشكل دوت، وتاخد الكلام ده وتنقله للمبنى. تمام، وتحاول تخمن ارتفاع المباني، لو في لو في حد ماشي بالموبايل بالكاميرا وصور المكان بيبقى سهل جدا، انما لو مفيش خلاص بنحاول نخمن ارتفاعات المباني قد ايه. تمام، بس اهو احنا بقى بنشوف اي مبنى ناقص ونبدأ نعمله. لو خلصت المكان بقول له خلاص خلصت كومبليت، بس لازم اعمل سيف، وراح قايل له ابلود، فبيبدا يعمل ابلود للمكان.
تمام. في حد بدأ وعنده أي سؤال؟ طيب في حد نبدأ نعيد تاني؟ طب في حد شغال معانا في الخريطة؟ يعني المفروض إن إحنا نخلص على قد ما نقدر يعني من 10 مرات. الرابط أهوت، الناس تحاول بس إيه تدخل. الشات أهو، أول ما تدخل لو أنت ما عندكش حساب بسهولة جدا هتقول له اعمل ريجستر فهتعمل حساب. ممكن هو ده اللي مخلي الناس ما بدأش الشغل في الخريطة. بعد كده تبدأ تختار المكان اللي انت عايزه، حاول تختار مكان يكون لونه ابيض لان ده معناه ان هو متاح ان انت تشتغل في خريطة. اللي عنده استعداد يخش يعمل الخريطة دي. في مور مابنج جديد، يعني حد فحصه وقال لا ده هو محتاج شغل لسه. فينيشد اللون الاخضر ده هندسيه، زي مثلا الموقع دوت اللي هو اف 4 ماب. المكان ده قبل ما نشتغل فيه يعني كان يوم 1 سبتمبر كان فاضي خالص، لكن ما شاء الله يعني بفضل الناس الافاضل اللي اشتغلوا معانا تمام بدأ تقريبا كل مكان يبقى زي ما انت شايف. فأي حد بيفكر ان هو يعمل مشروع هيقدر يعمل الدراسة دي بكل البرامج الهندسية. ده طبعا على النت فخفيف، بس تقدر تعمل دراسة للشمس الساعة كام، والمطر لو في مطر هيبقى شكله ازاي، لو في ثلج هيبقى عامل ازاي، لو انا عايز اشوفه بالليل هيبقى عامل ازاي. طب الصباح تمام خليها ما تمطرش، طب نون، طب ايه في الايفنينج عشان ندرس الظلال هتبقى عامله ازاي. وده بيسمع في برنامج الاوتوكاد وفي السيفل 3 دي وفي كل البرامج الهندسيه ما شاء الله تمام. وزي ما قلنا لو دخلت على موقع اسمه ماب ويز اي اي، خلينا احط لكم الرابط اهو، تقدر تلاقي خرائط جاهزة موجودة من مايكروسوفت ومن الفيسبوك. تقدر تعمل بس سيلكت وتختار انها تنضم للخريطة وتعدل عليها بسهولة. يعني مثلا حاجة زي كده هقول له يوز ذس فيوتشر وابدا اعمل لها موف بس كده للخريطة بالشكل دوت اهو. وتبدا بقى تشوف دي في مدينة ايه. طبعا البيت ده انا عارفه شخصيا يعني، فده في كفر الشرفة دماغك. الشارع ده شارع فاروق تمام، البوست كود تمام، ورقم البيت وكل المعلومات اللي تقدر ان انت تدخلها تدخلها. لما بتخلص بتعمل سيف تمام، وتقول له تبدأ بقى تكتب هنا المعلومات اللي انت عايزها وتقول له ابلود، فبيروح اوتوماتيك تظهر في كل البرامج اللي الناس بتشتغل بيها. فاحنا ان شاء الله نقدم حلول لحياه كريمه للمشاكل اللي موجوده في اسكندريه. في اي حد عايز ياخد قرار لازم عنده الخريطه ثلاثيه الابعاد معموله ابديتد. فاخوانا في ليبيا جزاهم الله خيرا اشتغلوا وعملوا ليبيا كلها ما شاء الله. يعني حتى يعني في مثلا مدينه غدامس، مدينه غدامس دي اقدم بلد على مستوى العالم. يعني حسب بعض اليونسكو كده بيقولوا ان اقدم بلد على مستوى العالم كانت غدامس. وانا اعرف ناس فيها ما شاء الله، قريت كذا كتاب على غدامس ديت. دخلوا لحد هناك ووصلوا هناك رغم انها في جنوب ليبيا بعيده عن المدن الرئيسيه. المدينه دي يعني مميزه لانها المدينه الوحيده اللي في العالم اللي الشوارع بتاعتها مسقوفه، يعني في سقف بحيث ان الستات تعدي من فوق الشوارع من فوق
ورجعت عدي من تحت، يعني ليها نظام بيئي خطير. اكتب بس كده مدينة غدامس هتلاقي معلومات حلوة عنها. وطبعا الحمد لله فكره الاوبن سيت ماب بدات تنتشر في دول كتير عربيه، وناس كتير بدات تهتم بيها، وان شاء الله يعني كل الدول العربيه تبقى عندها موديل 3 دي تقدر على اساسه تنظم عمليه التنميه وخريطه التنميه باذن الله. طيب في حد عنده اي سؤال او هو في قدامه حاجه او في اي مشكله؟ معنا طبعا أساتذتي الأفاضل البروفيسور الدكتور أسامة قنبر، ومعنا الدكتور محمود مشهور، ما شاء الله يعني دول هيمسكوا أوبن ستريت ماب قريب بإذن الله. الله يكرمك سيدي الفاضل، الله يكرمك أستاذ. تسلم يا دكتور يا باشمهندس، ربنا يخليك. الله يكرمك أستاذ. فزي ما شفتوا الموضوع سهل وبسيط، وممكن مشروع خاص بالطلبه مثلا او اي قسم يبدا ان هو يقسم الشغل بحيث ان كل واحد ياخد جزء صغير. فاحنا عملنا 8600 مبنى في ساعتين، فممكن لو الطلبه بتوع مثلا اسكندريه اشتغلوا على اسكندريه في يوم يخلصوه، خلصوا اسكندريه كامله كلها 3 دي وكل حاجه، وده اللي احنا ناويين نعمله ان شاء الله. طيب عشان برضو لو حد لسه داخل جديد هحط لكم الرابط ونبدأ واحدة واحدة مع بعض. الرابط مش ده، الرابط اللي هو اسمه taskis.openstreetmap. دوت أول ما بتدوس عليه بيفتح لك بالشكل دوت، فبتختار نقطة أو تطيل او مربع ابيض وتقول له ريسيوم مابينج. انا ده جوه المربع ده، ما ينفعش اخرج من المربع دوت. ليه؟ اللي ممكن يكون حد شغال معايا في نفس الوقت، فانا اكون ايه بعمل حاجه هو بيعمل نفس الحاجه في نفس الوقت. تمام. طيب تعال نشوف كده اي بيت مش موجود ونعمله. تمام. بيت زي دوت، بيت زي ده ممكن اخد اي بيت جنبه واروح واخده كوبي بيست واعدل فيه، بس خلينا نبدا كانه ما فيش حاجه موجوده. تمام. انا صراحه مش عارف العمارتين دول عماره واحده ولا عمارتين منفصلتين، بس انا اشتغل ان هم عمارتين منفصلتين، يكون بس الحته دي المعمار عاملها عشان ايه الحراميه يسرقوا هنا وبعد كده ينطوا يسرقوا هنا، يعني لازم برضو نساعد الناس. طيب هقول له اريا وابدا اعمل العماره ديت بالشكل ده. تمام. خلصت، يا اما تدوس مرتين او تدوس على نقطه البدايه، وبعد كده اقول له كل الكلام ده خلوه لي على سكوير بالشكل ده. لو في حاجه مش مظبوطه تمام اقدر اعدل فيه، عايز ازود نقطه هزود نقطه، تدوس مرتين وراح مزود نقطه وراح اعملها بالشكل ده. طيب بعد ما خلصت تمام اقول له بدل الاريا دي اخليها بيلدينج. تمام. المفروض ان في اختيارات كتيره، لكن احنا فضلنا ان احنا نخليها ابسط حاجه. وبعد كده هقول له موف واروح ناقلها لهنا. تمام. طيب الشكل ده ممكن تقول له اعمل سكوير، ممكن تعدل فيه شويه لو انت حابب. تمام. وبعد كده ممكن اقول له كوبي وبعد كده كنترول في بيست واروح ناقله هنا. النقطه دي كان في حد اشتغل قبلينا وعمل شويه معلومات، فاخد المعلومات دي كده كوبي واروح حاططها في المكان دوت. هعلم على الشكل اللي احنا لسه راسمينه، وهلاقي بيلدنج جيس اللي احنا لسه مختارينها هقول له حط. طبعا ارتفاعات المباني
ممكن اخمنها مثلا 7 ليفل و22 او باش 22 خليها 24 وهكذا. فهو بيبدأ يكتب، ادوس هنا. في بعض الاوقات بتبقى معمولة كده، لا خليها على هي التكست عشان تبقى اسهل بالنسبة لك. بعد كده بتقول له سيف وتقول له ابلود، فهو بيعمل ابلود وانت تشوف هل التاسك دي خلصت ولا لا. لو خلصت هتقول له يس، لو ما خلصتش هتقول له لا لسه ما خلصتش. انا هبدا اشوف كده هل في حاجه لسه ما خلصتش. حضرتك شوف الايميل اللي اتبعت، حضرتك شوف الايميل اللي اتبعت، دوس بس عليه كونفيرم، هيبدا يفعل معاك الاوبن ستريت ميل، هيبعت لك ايميل على الايميل اللي حضرتك سجلت بيه. ما بعتش. وتاكد تعمل تاكيد بس من الايميل بتاعك، هيشتغل ان شاء الله. الله يكرمك سيد فاضل. طيب المنطقه دي مثلا قربت تخلص بس ناقص فيها بعض البيوت، وما كلهم شكلهم يعني نفس الشكل، فممكن اخد مبنى اهو كوبي واقول له بيست هنا. انا برسم على الجزء اللي فوق وانقله على الجزء اللي تحت. في نقطه ناس وقعت فيها، في ناس نقطه الناس وقعت فيها ان هو بيلاقي زي منور او شافت او اوبننج فبيروح عاملها جوه، هو ده بيعتبره مبنى تاني. تمام، ف انا يعني من رايي ان هو يلغي الشافت ده، ما يعملش شافته. تمام، لان ما فيش معنى ان هو يعمل شافت. ده برضو فيه غلطه ان هو عامله على الجزء اللي فوق، انت بترسم على الجزء اللي فوق وبعد كده بتعمل موف للجزء اللي تحت، لان هو المبنى بيبقى تعمل تحته وبعد كده هيعمل اللي هو الارتفاع بتاعه. فدي من ضمن الغلطات اللي بنعملها او بنصلحها في مرحله الفاليديشن. ويعني تقديرا اكتر حد يعني ساعدني في الاوبن ستريت ماب او يعني بذل معانا جهد كبير، هو مش موجود بس، هو دكتور عبد الرحمن الفرجاني من ليبيا. يعني هو اللي فضل ورانا لحد ما دخلنا في الموضوع. انا عملت اهو المباني هنا كلها زي بعض، فممكن ايه اخد المبنى واقول له كنترول بي اهو، ولو هو محتاج ان هو يتعمل له روتيت فسهل جدا ادوس رايت كليك واعمل روتيت. انا كنت سعيد فعلا لما اشتغلنا المره اللي فاتت وقدرنا نعمل 8600 مبنى في ساعتين. طبعا الساعتين دول كان فيهم وقت كبير جدا او جزء كبير كنا بنشرح الفكره، لكن الحمد لله كان في جزء كبير اشتغل عليه قبل كده فاشتغل معانا، وفي حد جه معانا من العراق، وفي حد جه من السعوديه، في دكتور جات من السعوديه، وفي دكتور زهير من العراق. ان شاء الله نرد لهم الجميل ونبدا معاهم باذن الله أول ما نخلص مصر ونلاقي نفسنا فاضيين نطلع طلع كده على هناك. بص السؤال ده حلو قوي. بص يا دكتور، ممكن تعمل خرايط لانابيب الميه والمجاري وكل الحاجات ديت من الموقع ده؟ تمام، وده فعلا احنا اشتغلنا فيه. انا في خريطه دخلت فيها كنت شغال معاهم في اوغندا، تمام، في افريقيا. الخريطه كلها كانت عباره ان احنا بنحدد بس اماكن وجود الميه. يعني ممكن الخريطه مش مجرد بس مباني، لا الخريطه ممكن تكون اماكن الميه، اماكن الكهرباء، اماكن المواسير لو عندك المعلومات ديت، فبتقدر تدخل كل المعلومات اللي انت محتاجها. كان في مجاعه والخريطه كلها كانت معموله ان يعني احنا نحدد للناس اللي في اوغندا وافريقيا اماكن المياه اللي ياخد الانعام اللي معاه
ويروح يشربه، فانت بتنقذ حياه الحيوانات وحياه الانسان في المكان دوت. هو ممكن يكون الميه جنبيه بس هو مش عارف في انهي مكان اللي في الميه، نتيجه يعني ممكن تتبخر، ممكن البير مش ظاهر. فانت من خلال الاقمار الصناعيه، احنا عندنا الحمد لله الموقع بيشتغل مع كذا قمر صناعي، بنقدر احنا نحدد اماكن الميه ونعمل عليها مربع ونقول له ميه، وكانت الخريطه ممنوع تعمل فيها اي حاجه خالص غير الميه. تمام، انا خلصت، هقول له سيف وهقول له ابلود، وبعد كده لو المنطقه كلها خلصت هقول له يس. انا ما ينفعش اعمل شيك على نفسي، يعني اي حد بيعمل مبدا ويظهر عندي انا بعمل عليه شيك، لكن انا ما ينفعش اعمل شيك على نفسي. وحد ثاني من الاخوه بيعمل شيك ويتاكد من الخريطه معموله مظبوط، او يقول لا عمر ما عملش شغل مظبوط. وابدا يعني ما شاء الله في حد وبدا معانا اهوت. تمام، انا لما اجي اشتغل فيها يقول لي لا ماب انذر تاسك، المكان ده في حد شغال فيه ما ينفعش اشتغل فيه. تمام، فانا اختار مكان تاني اهوت واقول له ماب سيلكت تاسك. في اجزاء كثيره من العاشر من رمضان انا عملتها من خلال الموقع اللي اسمه ماب ويز اي اي. تمام، يعني بدخل هنا واقول له العاشر من رمضان وادخل على المكان بلاقيها بالشكل دوت فبحولها، ولما برجع للموقع كل الخرائط اللي شغاله بالاوبن ستريت ماب بتسمع مع بعض. تمام، انا ساكن في المرج فكنت شغال في المرج، يعني منطقه انا عارفها وحافظها، فكل ما نفسي فاضي اخش اعمل شويه خرائط كده في المرج. تمام، تعال نبص كده، بص على الشروق، هي مش مجالنا بس خلينا بص بص كده على الشروق. انا رغم ان انا ملحد كرويا لكن اشتغلت في حاجات كتيره خاصه بالطرق بتاعت الفيفا اللي تتم في قطر. تمام، يعني بالعربيه كنت مشيت فيها فشفتها فصورت حاجات كتيره جدا ودخلت بدات اعملها وهكذا. طيب اللون ده، اللون ده خاص بالذكاء الاصطناعي. تمام، مجرد نعمل سيلكت واقول له ذيس يوز ذيس فيوتشر خلاص اتحولت اهي. تمام، لان انا فعل ال ار اي بي اي دي. طيب خلينا اجي هنا واقول له فعل لي الاوفرلاي الجي بي اس تراك، لو في حد كان ماشي بالجي بي اس تراك، وفعل لي المابلاري. تمام، هتبدا تظهر معانا شويه امكانيات ان احنا نشوف كاميرا موجوده في المكان ونبدا نشتغل بيها. ده طريق بتاكد طبعا لان ده بيتعمل بالذكاء الصناعي فممكن يكون فيه غلط كتير. المباني ديت صح اهي، بوان كليك خلاص انت رسمت المبنى، وتقدر بقى تعمل سيلكت وتشوف الارتفاع بتاعه. المفروض دي وير هاوس يعني صومعه، فارتفاعها بيبقى كام؟ 4 متر 5 متر زي ما انت عايز. طيب لو دوست على دوت بيقول لي ان انت شغال بخريطه الفيسبوك رود، الطرق من الفيسبوك والمايكروسوفت بيلدنج المباني. هقول له زود لي داتا سيت، في داتا سيت كتيره جدا. انا بشتغل بافريقيا، ممكن حد احسن مني يلاقي حاجه افضل فيا ريت يقول لنا عليها. تمام، اوكي. تمام، الثلاثه دول مش موجودين، فانت ممكن تعمل سيلكت كده على دوت وتاخده كوبي اهو. اخدهم كوبي بيست واروح ايه حطيت المنطقه. يا سلام، تلاقي كل البرامج والحاجات اللي الناس شغاله بيها بدات تقرا من الحاجات اللي انت بتعملها. ده الطريق، هل الطريق ده صح ولا لا؟ فبتبدا تعمل زوم تاكد ان هو فعلا طريق. طب خلاص لف الطريق. فاي اي حد بيشتغل بال اللي هي البرامج اللي هي بتعرف بيها الطريق خلاص هيظهر عنده الطريق ده بعد كده. هل ده طريق؟ اه ده طريق. تمام، فاحنا بنعمل خريطه بالذكاء الصناعي فبنخلص بسرعه الحمد لله. تمام، طيب الحته دي ايه؟ ملعب كوره. خلاص اعمل اريا، واضح جدا ان هو ملعب كوره اهو. الاريا دي عباره عن ايه؟ تكتب بقى ايه
فوتبول ما اعرفش بقى بتسموها فوتبول ايه، ستوديوم او ملعب كوره، ما اعرفش بقى ملعب كوره بالانجليزي يعني ايه، يعني لو حد يعرف يقول لنا. ايه كراون؟ اه بلاي جراوند، بلاي جراوند، ثانية واحدة، بلاي جراوند، جراوند ممكن تخليه فعلا بلاي جراوند، او لو في فوتبول جراوند الحاجات ديت حطوها اهي خلاص. هو عملها انها ملاعب الناس هتيجي تلعب، تمام؟ فممكن لو في مناطق العاب الاطفال تبدا تحطها، المنطقه دي خضراء فتبدا تحدد ان المنطقه دي جرين اريا. طبعا هو في جدول معمول لكل حاجه من الحاجات ديت، تمام؟ اشوف لك الجدول ده فين، وحتى كان في حد من الاخوه بيعربه، يعني هو كان بيقول بالانجليزي وواحد الاصدقاء كان بيعربه. تعرف كان في الويكيبيديا؟ لا ده البصمة. كان في مشروع لتعريب كل اسم من دول عبارة عن ايه، يعني مثلا الاريا دي جرين، بتلاقي بعض المصطلحات جاردن مثلا خلاها جاردن، في حاجات تانية فين، في حاجات تانية جراس، اعتقد ده حشائش. فخلاص الخريطة هتظهر ان في مساحة حشائش بالمقدار الفلاني، فده يفيد الناس اللي عايزة في المجال الاحصاء والحاجات دي، تمام؟ لو في مكان مثلا مساجد، في مكان كنايس، مكان سياحي، مكان، حط المعلومات اللي انت تقدر تحطها، لان ده بيسمع وبيتقري في اماكن كتيره جدا وبيفيد ناس كتيره جدا، تمام؟ كان في حد عامل تطبيق اسمه مزنوق، لو انت عايز تخش الحمام يقول لك اقرب حمام ليك، ممكن برضو ليه لا. في المستشفيات، حط المستشفيات ليك ان انت تقول ان دي مستشفى، مستشفى عام، مستشفى خاص، مستشفى ابحاث، كل الاختيارات دي موجوده، تمام؟ اه ده محطوط غلط، تمام؟ فاقول له اجنور ذيس فيتشر، تمام؟ هكذا. في حد محدد المنطقة دي؟ تعال نشوفها محددة ايه، محددة اورشارد، منطقة زرع وكده، جميل. تمام، هل ده طريق ولا مش طريق؟ تبدأ تشوف، انا شايف انه مش طريق، تمام؟ فعلا هو مش طريق، تمام؟ هنا بيقول لك ان ده بيت، خلاص ماشي. الاقمار الصناعيه بقى هتبدا ترشدك المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. طيب في حد عنده أي أسئلة، أي مشاكل، أي اقتراح؟ ومن ساعة ما سجلت شهادة كبشمهندس وقال لي هبعت لك ميل، طلبنا ميل تاني، مفيش تالت، مفيش، فيفضل مخزن سجل. تمام، هو المفروض هيبعت على طول، أنا معايا بعت على طول. أه في ما شاء الله في ناس بدأت تبدأ في الشغل أهوت. أنا دعيت ال دكتور هشام، على الجوب انفيتيشن سريع. اه ما شاء الله. طيب في سؤال بيسأل هل يمكن استخدام هذه الخرائط لاستخراجها واستخدامها في الجي اي اس او في الاوتوكاد؟ اه هو زي ما عرضنا في البرزنتيشن في اول المحاضره ان الاوبن ستريت ماب اوتوماتيك
هو بيسمع في برنامج زي برنامج اليومن اللي هو بتاع الإظهار، أنت رسمت المكان فهو بيبدأ يعمل لك كل المباني اللي حواليك تظهر 3D. في الأوتوكاد موجود برضو إن أنت تفعل الخريطة وتبدأ إن أنت تشتغل عليها. في الـ أوبن ستريت ماب، في برنامج اسمه سايبر سيتي، في برنامج الإنفرا ووركس، في تطبيقات كتيرة جدا على الموبايل بتبدأ إن هي تقرأ الكيو جي اي اس، الارك جي اس، الارك جي اس برو. كل البرامج اللي شغاله في المجال بتاعنا بتقرا اوتوماتيك من الخرائط حتى من غير ما الواحد يشعر. يعني برنامج الانفرا ووركس كنت معجب بالخرائط اللي فيه، ما كنتش اعرف ان هو اوبن ستريت ماب، لكن لما بدور على مصدر الخرائط لقيتها اوبن ستريت ماب. السلام عليكم دكتور هشام، استاذنا. اهلا بيك يا عمر، ازيك؟ برافو والله، الف الف مبروك، بالتوفيق الله دايما. يكرمك يا دكتور، الف شكر. الله يكرمك يا استاذ، اول ما لقيت الزوم ميتنج دخلت على طول يعني. الله يكرمك يا دكتور، دايما سبب بالخير. الله يكرمك يا دكتور، الله يبارك فيك. مع بعض على طول يا عمر، مع بعض على طول حبيبي. باذن الله يا دكتور، ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله اللي جايه تبقى احسن باذن الله مع بعضينا ان شاء الله. يا رب باذن الله يا دكتور. الله يكرمك يا رب، بالتوفيق دايما. الله يكرمك دكتور، مش عايز اعطلك، توكل على الله. الله يكرمك دكتور، جزاكم الله كل خير. يعني والله يا اساتذتي الافاضل ما شاء الله يعني شرفوني، وربنا يشرفكم دايما كده شرف مداركم. والله يكرمكم، يعني عاجز عن الشكر. دي منطقه عشر من رمضان، كانت لما بدانا كانت فاضيه خالص، لكن ما شاء الله الشباب بيشتغلوا معانا بالشكل دوت. تقريبا كل الأماكن يعني 50% من المباني اللي في العاشر من رمضان اتعملت، ونقدر نعمل عليها أناليسيز لكل حاجة احنا عايزينها، وإن شاء الله نخلصها قريب. تمام، وان شاء الله خلاص قريب، ونحاول نشوف اي مشروع حضرتك تطرحوه نركز عليه. يعني خلاص عشر رمضان، ممكن نختار حاجه في الصعيد او في اسكندريه او يعني القاهره يعني بتاخد خدمات كتيره، فاحنا عايزين نشوف الاماكن من الخدمات فيها قليله، ونحاول ان احنا او الدوله مهتمه بالتنميه فيها، ونحاول ان شاء الله نشتغل فيها باذن الله. طبعا كل المباني دي احنا مدخلين فيها اسامي الشوارع، ومدخلين فيها الارقام بتاعتها، ومدخلين فيها كل المعلومات اللي تساعد الناس انها تاخد القرار. اي حد هيبني مبنى تبدا تظهر قدامه المباني كلها، بحيث ان هو يقدر يدرس الرياح والشمس والظل وكل حاجه. ممكن ان شاء الله نشتغل الفتره كده على موضوع الطرق، احنا بس خلينا المشروع ده كله مباني، لكن موضوع الطرق سهل جدا. احنا نبدا نحط كل واحد في المنطقه بتاعته يبدا يحط طرق، ومعانا الاقمار الصناعيه تبدا، في ناس مصوره شوارع اهيت. تمام، ده الشارع اللي انا ساكن فيه اهو، بحيث ان انت تقدر تعرف ارتفاع المبنى ده كام، وتقدر ان انت تدخله، وتقدر تعرف حتى المبنى ده شغال في مجال ايه. وبالذكاء الاصطناعي بنقدر نلاقي بعض الاقمار الصناعيه قدرت تقول ان ده المبنى دوت بالشكل الفلاني، فبعمل زوم عليه اتاكد منها. تمام، يعني المبنى دوت مش مظبوط، بس ممكن اقول له ان انا بدل ما ارسمه هاخد الشكل ده، واقول له ان قوله لي هنا. والذكاء الصناعي برضه بيحاول يعرف المكان ده فين، فهو في الدوحه في الشارع، بيبدا يشوف الشارع اهو، ده شارع حتين. تمام اهو، البوست كود بتاع المنطقه، الارتفاع بتاعه، نقدر ندخل الارتفاع. ففي وقت قصير بنقدر ان احنا ندخل مباني كامله في الموضوع، مثلا مبنى زي دوت اهو، وبنقله للقاعدة نفسها، يعني عشان يبقى صح هيكون ايه ناحية المبنى، وابدأ اخمن الارتفاع، او اشوف بقى كاميرا من الكاميرات اللي هنا. لما اقف على الكاميرا دي بيبدأ يفتح لي الصورة بتاعتها،
تمام، وعندي صور كتيرة، فأقدر إن أنا أخمن ارتفاع المبنى ده كام. طيب بالنسبة مجاميع العمل، احنا بنتفق على حاجة معينة، احنا ممكن تتواصل معانا في اي وقت، سواء على الفيسبوك او اللينكد ان او كذا، وان شاء الله نعملها كل اسبوعين، يعني الجمعة دي، الجمعة اللي بعديها، لا الجمعة اللي بعديها، وان شاء الله في ناس بقالها شغالة في الموضوع الاوبن سورس ده يمكن من سنين كتيرة، فيشرحوا لنا حاجات ادفانسد شوية في الاوبن ستريت ماب، ازاي بنستخدم برنامج اسمه جافا اوبن ستريت ماب او اس ام، هشرحوه تمام، ولو في مجموعه معينه ممكن نتفق، حتى لو حد معهوش مجموعه ممكن كلنا نتجمع تمام. دي فكره الاوبن ستريت ماب، ان حتى في افريقيا بيتجمعوا كل شهر بيختاروا مدينه معينه، انا اشتغلت معاهم في موريتانيا واشتغلت معاهم في كذا مكان، وان شاء الله يعني ما يعديش شهر غير لما اخش معاهم في الماب بتاع كل شهر، لانهم ساعدونا في مصر فاحنا لازم نرد لهم الكلام ده. شكل الجافا اوبن ستريت ماب تمام، هو لسه بيحمل، بديله المكان اللي انا عايزه وهو بيفتحه لي وبيديني تولز تساعدني في رسم الخرائط بحيث ان انا اقدر اخلص بشكل اسهل تمام. بيقول لي حدد المكان اللي انت عايزه، ف النقطة اللي انا عايزها وبقول له ده تقدر بسهوله تعمل منطقه اكبر. لو في حد عنده مشكله في يوم الجمعه نحاول نتفق على اي يوم تاني مفيش مشكله، بس على الاغلب يعني مش لازم كلنا نبقى الجمعه او كلنا السبت، واي حد تاني في يوم تاني يقدر في اي يوم في الاسبوع في الشهر يقدر يدخل على الرابط ويقدر يعمل المنطقه اللي يقدر عليها تمام. ده البرنامج هو جافا اوبن ستريت ماب، فتحه لي فببدا ارسم الخرائط، هو بيديني ادوات اسرع في الرسم واكثر تحديدا، تقول له مثلا درو بيلدينج فبيبدا يديك ادوات وبيبدا يديك حاجات تقدر تعدل في الطرق وتقدر تعدل في حدود المبنى. فده ان شاء الله هيبقى مشروح بالتفصيل مع استاذه ساره الجمعه الجايه اللي بعديها ان شاء الله. طيب انا طولت عليكم انا عارف، ما شاء الله في 3 هم بدأوا معانا، ان شاء الله هيكملوا، انا هوقف بس الزوم، ولو حد عنده اي سؤال يبعت لي في اي وقت. جزاكم الله كل خير، الف شكر ليكم، وربنا يجزيكم كل خير، وان شاء الله كل اسبوعين كده نبدأ نعمل مبسم نكمل في باذن الله. انا معاكم في اي حاجه، في لينكد ان، واتساب، فيسبوك، هتلاقي اكتب ايفون ستريت ماب هتلاقي موجود لها صفحه على الفيسبوك وعلى لينكد ان وهكذا، ونبدا ان شاء الله نتعاون في ان احنا نرسم خريطه بلدنا اللي الدوله محتاجاها في المشاريع اللي جايه ان شاء الله. يعني بالذات اسكندريه عندنا مشكله موضوع الارتفاع سطح البحر، فعايزين نركز عليها، في موضوع الحياه كريمه في الصعيد عايزين نبدا الشغل عليها، الحاجات اللي محتاجه مننا جهد نبدا نتعاون فيها بشكل بسيط، وانت موجود في البيت في وقت الراحه هتلاقي نفسك انجزت جزء كبير باذن الله. شكرا، جزاكم الله كل خير. لو في حد عنده اي سؤال او اي حاجه او اي اقتراح نتعاون فيه ان شاء الله. شكرا شكرا، جزاك الله خير. الف شكر، الله يكرمك. ماشي، جزاكم الله كل خير، واحنا انا مكمل في الخريطه، ولو حد حابب يكمل في الخريطه احنا مش يعني براحتنا الفتره اللي جايه بقى باذن الله، اي حد فاضي يقدر يكمل معانا ان شاء الله. هبعت لكم السؤال لو عند حضرتك الواتساب او الفيسبوك، الفيديو هيتعمل له بس ايه مونتاج كده سريع خلال نص ساعه ونرفعه باذن الله. خلينا نشوف كده لو جاهز.
تمام، الفيديو هو موجود، هحط لكم الرابط. وانا عايز عن شكر لحضوركم الكريم، وان شاء الله يعني كل اسبوعين كده نعمل منطقه، وان شاء الله كل ما العدد يكبر نقدر نخلص المنطقه في الساعه دي ان شاء الله. الف شكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.